السلام عليكم، شوكو شباب، ان شاء الله بخيركم على بعضهم من قناة دراغون لورد. نعم يا عبايبي، السيد التنين او سيد التنانين. طبعا شباب حتقولوا له هواي ابو عطوان، ليش انت غيرت اسم القناة يا ابو عطوان؟ ليش غيرت اسم القناة؟ اسم القناة من زمان متعودين عليه. انا اقول لك ليش غيرت اسم القناة. طبعا كل انسان توصل بيه يعني فترة الوقت ويحب يغير ينوع، فجتني هاي اللحظة فجأة وانا قعدت من الصبح قلت ليش ما اغير اسم القناة؟ نعم لازم غير اسم القناة، طقت براسي. فقلت إذا غير اسم القناة يجوز راح يصير مفاجأة على الناس، يجوز هواي منهم عبالهم تهكرت أو صار هيك شيء. فقلت شو راح أسوي؟ لا ما راح أغير اسم القناة كله، فراح أبقي كلمة دراغون، يعني هي هاي أكثر كلمة أنتم تعرفوني بيها، دراغون تنين، ماكو غير تنين. فقلت شو أسوي بعد؟ سميها دراغون لورد، فصارت السيد التنين أو سيد التنانين. فشي حلو يعني دراغون لورد، دراغون لورد ابو عطوان دراغون لورد. فتقدر تبحث عني بالجوجل دراغون لورد او ابو عطوان. فيا شباب اليوم ما طول عليكم، اليوم جايبكم فلوق جدا بسقي ينشمشم هذا الفلوق. طبعا هذا الفلوق شباب جميل وملغوم بالاحداث شباب. من رحت لدبي طبعا هناك رحت على البحيرة المائية وشفت شغلات شباب، اسماك قرش حقيقية وطريايا موقف هناك ويسمك القرش. الحمد لله والشكر بزين ايدي. شوفوا الفيديو وان شاء الله بيعجبكم. وها ايضا لا تنسون اكو شباب اليوتيوبرز ايضا التقيت بهم وراح تشوفون فيديوهاتهم وان شاء الله ربي راح يعجبكم. شباب طبعا هسه احنا في هاي رحلتنا حتى نشوف عالم البحار، لكن بالنظرة أوسع ونظرة أكبر. يعني تخيلوا بهذا المكان الحلو، انت انا هسه داخل نفق زجاجي، لكن أسأل الله يعلم ايش قد نسبة المتانة والقوة اللي نحطيها بهذا الزجاج اللي يتحمل كل هذا كل هذه الأوزان. بس عندك هذا القرش المفترس سنونه، يعني هيك دا يحضر نفسه يريد يفترس له شيء. والله اعتقد مو بعيد انه ياكل من هاي الاسماك اتصور. يعني هلا معفن شلونك؟ طبيت بطوطه وياكم اني طبعا شباب. هنا دا تشوفون هذا مطعم بس مسوينه على طريقه الغابه، يعني انت في داخل غابه. شوفوا المكان جذاب جميل جدا، خصوصا هاي الاسماك اللي ورايا، بس المنظر يعني خلاب والله. الحين هسه احنا الى الحديقه المائيه رقم 2 او المدخل الثاني لها، لان بطاقاتي قلت لكم 175. ف هذول الناس اللي بدون يغطسون لازم يدفعون اكثر مبلغ، يعني تقريبا 100 وشويه ما ادري شو. شباب طبعا هسه دخلت بهذا المكان الثاني. واو هاي هنا ايضا شرح على بعض الحيوانات. هاي طبعا شاشات، هاي مو الاسماك حقيقيه لكن فيها مثل العروض. شوف خلينا نجرب هذا عرض فيبريشن. اوكي اوه ها شلون تحس يعني بالاهتزاز، هي تصدر الاهتزاز. طيب اوكي شباب هسه انا هم دخلت ببرج ثاني. هذا حوض انسه، لا كذا هذا مو حقيقي، بس صراحه والله تستاهل اكثر من 60 دولار لك. اي لاف يو. شنو هون؟ شنو الروعه؟ والله حطوا هاي غواصه، هاي غواصه قديمه شوفوه. What am I going now? From right here, left. But you'll have to remove the light because of the. Okay.
طبعا شباب، المكان اللي انا هسه متجه له او هاي الحجره هي عباره عن غواصه او محاكاه لما يسمى بالغواصه. شيء جميل بالغرفه، بها اهتزازات تصير بها، يعني رابطين بها موتورات، واذا حيدخلوني انا ناس وراح تشوفون ايش راح يصير، فشيء جدا حلو صراحه. بس حاليا دخلونا بغرفه حتى يسوون محاكاه للغرفه. Okay. So that is the screen. It is yes. going to run for 4 minutes. Four minutes. If you feel uncomfortable, please do open the door. It's movable. Okay. After this one, you're going to do the boat ride. Okay. Okay. Thank you. طبعا هسه بنجرب احنا محاكاه الغواصه. طبعا شباب، بعد ما كملنا التجربه مالتنا صار لوني صاير بنفسجي، لان لابس هاي تشوفون يعني من الغرق وهيك شيء، بدله النجاه تسووها، لان بعد ما خلصنا التجربه مال الغوص هسه راح نجرب تجربه القارب. انتظره يجي حتى ننزل. شباب طبعا شمروا علينا، ما يحس السمك ما يستحون، والله العظيم فوق ما اريدك اوكلهم، بس مو صوت سوشيالي لحباب فقير. طبعا اثناء ما المسؤوله موجوده في القارب، كل واحد عندنا ساله سؤال، وكان السؤال مالتي كالاتي. Excuse me, just one question. There is I saw there is a shark and there is normally fish. They will not attack. Sometimes they can feed on the young ones out there. This is normal. Yeah. Because even back in the wild. In yes. That's how they feed. That's how they stop. That's how they survive. اوكي شباب، طبعا هسه عندنا نشوف خلف التصوير او خلف اللي الاحداث اللي تصير. اشوف مشوق في هذه الجوله شباب، مثل ما تلاحظون دا يشرحون على التلقيح الاصطناعي للاسماك القرش او للزواحف بشكل عام، وهنا كمثال دا يحاول يشرح لنا على التلقيح الاصطناعي للزواحف. اما هذا المكان اللي تشوفونه امامكم شباب، فهو عبارة عن قفص حديدي يستعملونه حتى ينزلون به غواصين حتى يصلحون الحوض في حال مشكلة صارت، مثلا عمود لي يهجم عليهم اسماك القرش. طبعا هذا حماية لهم، وبنفس الوقت يطعمون بعض انواع الاسماك، يخلي ترسونه تونة وينزلوا فتبدي الاسماك بالتهام. وهنا مثل ما تشوفون قدامكم اسماك القرش وهي صغيره جدا، والمراحل اللي تتكون بيها مثل اكياس البيض وكيف تتحول وكيف تفقس وتطلع من هذا المكان. شباب انا هسه في الحديقه الزو، يعني الحديقه الحيوان المائي، ذاك اعتقد طير ما يبين في من الضوء. المهم الاحواض هذا اسماك البلطه الليموني. واو، هاي تشكري منطقه الغابات المطيره، ومخلين هيك العظمي صنع مبين بالسلطيف طف جي. اي لك مزقوف، والله مزقوف يصير تضبط. وذلك هو تنابل،
باع السمينين كل واحد دب حميسة يأكل هريسة باع الهريسة. طبعا شباب لاحظت اكو بعض الاسماك، شوف هذا النوع من الاسماك شفاف حتى يعني ما بي لحم، غريبة. كاتبين على السمكة الشفافة كاتبين الرجاء، شوفوا الرجاء عدم الضرب على الأحواض، ما يصير واحد يضرب على الأحواض شباب. اوه هذه اسماك وحشية، انت وحشية معيني؟ الله طيب حظك. اوه شباب اني مغرم بهذا المكان، يعني اجمل منه ما شافت عيني صراحة لحد هذه اللحظة. اوه هاي السلاحف بقى يقول لك صدفت السلحفاه تحتوي على جزئين، الجزء العلوي يسمى الدرع والجزء السفلي يسمى صدرة حامية، جزئين مرتبطين بعضهما بواسطة جسر عضوي. تمتلك السلاحف حاسة بصر جيدة وحاسة شم ممتازة. اوه من هاي الضرة طوية. هذا المكان الجميل يعني منطق غابة مو طبيعية، وكاتبين هنا المخرج عند معرض البطاريق. الله الله البطاريق. اوه دكان حقيقي شباب باعوا وضحوا. شباب طبعا اني هسه في مكان من اجمل الاماكن في دبي، خصوصا يعني برج خليفة هذا الامامي اذا تشوفون اللي ما شاء الله ارتفاعه يعني مخيف، والابراج كثيرة وهذا وراي مول دبي، بس اجمل شيء هذا المنظر اللي وراي منظر المي، والمكان هذا صراحة اسطوري صراحة. ما تصورون شقد كبر عندي احترام وتقدير لدولة الإمارات بعد ما هذا شفت اللي يبنون دي والتعمير، عرفت انه هذا البلد يحب او هذا الشعب يحب بلده، هذا الشعب يعني يحترم ارضه. ما شفت واحد يشمر بوساخة على الشارع، ما شفت واحد يعلج ويذب العرش بالقاع، ما شفت واحد يكرز، ما شفت واحد يسوي هاي الاشياء اللي للاسف بلدنا شعب بلدنا يسويها، يعني مو كلهم اظلم. حاول تحب بلدك على كل، ما اريد اقلبها مأساة، لكن هذا المكان الجميل يستحق التقدير والاحترام صراحة. فأنا جدا سعيد بهذه الفرصة واللي سنحتها لي اليوتيوب، يعني بحيث دزوا علي ايضا تعلمت منهم دروس بعد بروج، هذا شيء حلو، حتى تعلمت منهم بروج تعلمت من عندهم طريقة تعامل باليوتيوب، جدا كانت الأشياء هاي جميلة تعلمتها، وأتمنى إنه يعني أزيد خبرتي أكثر وأكثر باليوتيوب حتى أعرف شو أقدمه اللي يناسبكم بالذات، هذا الشيء. وهسه أنا حالياً عيني ما بدها تشبع صراحة من اللي دا أشوفه هنا. طبعاً اليوم التيم بتشدد على العالم. طبعاً شباب من استوديو يوتيوب سبيس مع الشباب الرائعين صراحة، والعب احنا في تيم واحد كنا ازرق شباب. وصلنا شباب الى نهاية الفيديو، طبعا كان جدا جميل، لكن انا اسف اذا انقطع الفيديو ما كمل، لان الصراحة خلص الميموري بالتليفون، طبعا صورنا بتليفون نيرو، لكن للاسف نيرو ما نسى يرفع لي الفيديو، خابرته قلت له معود وين الفيديو، قال لي يا معود وين ارفع لك اياه، بس انا قلت لازم انزل لكم فيديو، هو تاخر، فقلت يلا مو مشكلة. لكن كانت جلسة جميلة ولعبنا مع الشباب لعبة البحث عن المفاتيح، وكانت
فقره جدا جميله فاز بها تيم فيصل وفريقه واحنا خسرنا لكن مع الفرق الاخرى لكن كان لقطه جدا جميله. وصلنا نهايه الفيديو الشباب ان شاء الله ربع عجبكم. كان معكم على بعطوه من قناه دراجون لورد. السلام. ولا تنسى مشاهده اخر اربع مقاطع.